الله صباح الخير، وش الصباح الجميل هذا؟ ما شاء الله تبارك الله، انا كم نايم والله، لي 3 ايام نايم الظاهر، ايش هذا؟ والله كثرت نوم انا، والله ما 3 ايام صراحه، نمت لي يومين وشغلت وصارت اشياء كثير وسحبت الدنيا، والله ما ادري ايش صار. يا الله خلنا نشوف اخوي بوري وش صار عليه، والله خلنا نتاكد من قريتنا ليكون فيها شيء ولا غير شيء، ولا الشايب شرشبيل هذاك ليكون سوي حاجه. لا والله ما سوي حاجه، والله شيء غريب صراحه، شيء غريب، انا ما اصدق الصراحه، ما مستحيل مستحيل ما سوى شيء، اكيد عنده بلا، والله ما ادري، والله احس في شيء. خلنا نرجع، انا لازم نروح نشيك عليه، متاكد ان عنده بلا، هذا الشرشبيل ما يسكت كذا، ما يسوي حاجه، معقول يومين ما سوي حاجه؟ لازم مسوي لنا مصيبه ولا شيء، هو مزعج، ناشب لنا شهر جديد جاء عندنا وسوى له بيت وخلاص، خلاص كان كل شيء عندي، كل شيء يا سلام يا سلام. السلام عليكم. وش الوليمة دي؟ وعليكم السلام. يا سلام، الوليمة هذه، الوليمة الطيبة هذه، وش هذه الوليمة؟ هذا الأكل يكفيك سنتين اللي قدام، هذا الأكل اللي أنا لازم أكله كله. دبة لا تأكل أكلي، وخر أكلي. الحمد لله. اسمع، والله اكلك طيب ما شاء الله عليك يا لويجي. اضربني غير محترم. وقف، ايش جابك عندي في البيت؟ يا اخوي، البيت حقي صغير، وما شاء الله انت عندك، ما شاء الله، شوف الصوره هذه، ما شاء الله، هذا قصر لويجي، انت هذا القصر حقك هذا يكفيني انا، انت روح اسكن في بيتي وخلاص، انا باخذ بيتك، يلا امشي، يلا اطلع من بيتي، يلا اطلع من بيتي. مو على كيفك، تجي تجلس عندنا في القريه وتاخذ بيتي بعد؟ لا انت اطلع، يلا انت اطلع برا بيتي. اسمع، والله عيب عليك اللي قاعد تسويه، ترى هذا البيت كبير عليك، كبير مره، انت اصلا كيف ترتاح فيه؟ ما تخاف، انا لان لويجي افضل واحد في العالم سويت هذا القصر وتعبت عليه، ما تجي تاخذه كذا من باب للطاقه، تجي تخش في البيت تاخذ اكل من الثلاجه؟ اسمعني اقول لك، اسمعني شوي يا اخوي، البيت حقي والله صغير، وشوف انا دب كذا كبير وكرشتي طالع لقدام، فلازم اني انا اخذ البيت هذا الكبير حقك وانت اخذ بيتي، ترى بسيطه، هذا بيتي جنب بيتك، يعني انت مشكله، انت ما تسبب لنا مشاكل يا حبيبي، هذا بيت لويجي، وانا اروح اعلم ماري اخوي، خليه يتفاهم معك، والله خليه ماري، والله اعلم ماري. لا تكفى، خوفتني. يلا راح عليه والله تحسب البيت تاخذ بيت على كذا من باب الطاقه، ايش هذا؟ خليني اكمل الوليمه هذه الرهيبه، اكل لا تاخذ من الثلاجه، اخذ اكل، والله شوف يبلع الدبه، خلينا نشوف مع الطاقة، والله قاعد يبلع، ياخذ اكل من الثلاجة، عنده بس ثلاجة، عنده بس ثلاجة كيكة، وعنده ستيك، خليني احط الكيكة، وقف، اضرب ربيت والله تطلع، والله خلاص، اضربني، والله لا اطلع، بس اوريك بعدين، والله اوريك، تشوف، والله ايش راح اسوي، تشوف، والله تشوف، يلا من هنا، يبا مشكلة هذا، والله انا اضرب، والله وش هذا؟ قلت ادب، والله اروح اعلم ماري وخليه يتفاهم مع هذا، وخلاص ما نبغى نطرد، باصي يا ولد، باصي، والله اوريك وش بسوي، والله تشوف، والله اوريك هذا باصك، باصي لك، والله عشان ثاني مرة تطلعني من بيتك، قايل لك عطني بيتك، بس انت ما تفهم، والله طيب انا اوريك نجيب لك بيت جديد، والله نكسر بيتك هذا المعفن اللي ما خشب، كله خشب، والله اوريك، ايش هذا مشكلة؟ حتى الباص حقي ذحين كيف اطلع هنا؟ لازم اجيب شيء يطلع من المسبح حقي، يا الله هذا نشبة، ياخذ البيت وياخذ الباص وياخذ كل شيء، هذا الجار نشبة، منين جانا؟ انا ابغى اعرف منين جانا، شوف قاعد يراقبني، اشوفك، وش قاعد تسوي؟ والله ما يشتي، قاعد يراقبني كول، والله اروح اعلم ماري، والله نتفاهم معنا وماري، ونضرب نوريك الدلع، ونقول له معليش يا حبيبي، جا قريتنا وجيت تسوي مشاكل، لا ما في، ما تطلع برا من هنا، ماريو، السلام عليكم، ماريو، والله الفيلم مره رهيب الفيلم، والله ما توقعت يجيبون خروف كبير. تفرج هنا وما من داري ايش صار، وش صاير عليك ماني فاهم، وش صاير عليك؟ اسمع انا اقول لك وش صار علي، والله ترى وش في؟ هذا؟ ما في شيء هنا، وش في شيء؟ هذا خروف حق العيد، ايش في؟ لا ما في خروف، انت قاعد تحلم، قاعد تشوف اشياء مي موجوده، ما في خروف، وش هذا؟ هذا خروف العيد، ايش من ذحتي؟
والله جعان. اسمع اسمع بقول لك شيء بقول لك شيء. والله والله هذا الخروف ترى كسر لي خاطري انا. ضحينا بالعيد وهذا المسكين كذا جاء قاعد جنبي وياكل كيكه ويتابع معايا افلام كرافتر، عشان كذا قلت خلاص بخليك عايش انت حبيبي من يوم ورايح. طيب عشان كذا خليت عايش. اسمع انا اقول لك حاجه يا اخوي، انت يعني ضحيت اثنين وباقي هذا الاخير ما ذبحته. باقي الاخير هذا خوي من يوم ورايح. شوف يفهم علي ترى ويسلم عليك الحين. اسمعني يسلم علي. خلنا نتغدى عليه، انا والله جعان لان جارنا مزعج واخذ كل الاكل مثل ما طلب. هذا لحم كله لحم لحم هو شكله لحمه جميل. لا ما تاكل والله ما تاكل والله طلعت البرسوك تفهم ولا ما تفهم. تعال يا خروف ايش ابعد والله ما تاكل. تحب الخروف هذا؟ تحب الخروف؟ احب الخروف هذا الخروف حقي والله ترى تشوف ترى. صلى النبي ايش هذا؟ ثاني مرة ما تمزح، ثاني مرة تقول ناك هذا مسكين احليلك. لا تخاف خلاص اكل تفاح والله من جعان انا مموت. يا ورد اسمع والله جيتنا مشكلة لازم احنا نتخذ القرار في القرية حقتنا هذه الجميلة. تعال اوريك تشوف ايش صار. والله جيت اليوم قمت للنوم طيب وابى اصبح الحمد لله وبقول بسم الله الرحمن الرحيم بنزل ابى اخذ لي اكل من الثلاجة، لقيت عمنا شرشبيل هذا النشب اللي جاء. عمنا مين؟ مو عمنا اسمع مو عمنا، هو من اليوم الصادق هو الشايب جرجبيل اللي بيستحي. الشايب اللي ما يستحي. اسمع جاء واخذ اكل اللي عندي في الثلاجة وحطه هنا وقام ياكل ويبغى ياخذ القصر حقي. تخيل وغلطت انا. انا كيف مصدق نفسه؟ والله فجر هو بيت هذا تبغى اخوي. بس قل لي صل على النبي صل على النبي. لا نفجر. اسمع نروح له وقول له يا لو سمحت يا شبيل من الان وصاعدك تقول ولا ترى ما تشوف شيء ما يعجبك. خلاص نروح لي. يلا طيب انت تكلم اول واحد. انت تكلم اول واحد. ما عليك انا اخوك الكبير بوريك فيه. ايوه والله باك. اسمع قل له وين ولا تقرا والله اضربك والله. قل له قل كذا وخلي هذا. انا بجلس هنا والله مسوره هذا. انا خايف والله الصراحه. والله مشكله هذا ماري اقوم مني الصراحه. ماري اخوي صغير اقوم مني الصراحه. اسوي كف عليك تقدر تستطيع. كويس ان شاء الله بس يطرد. تخيلوا يسمع كلام ماري ويروح خلاص. ما اطلع يا شرشبيل اطلع. وش تبي مني الحين انت؟ انا قرب نسمع. وش تبي؟ اخوك اسالك علي. وش تبي مني؟ علمني ترى انا ما سويت شيء لاخوك. ترى والله بسرعه تكلم لا اضربك. بسرعه تكلم. انت ايش فيك معصب؟ طيب انا قاعد اكلمك قاعد اقول لك ليش تدخل بيت اخوي؟ احنا ما نبغاك تعيش عندنا. خلاص ما نبغاك. اي وانا برضو ما ابغاك قدام بيتي. يلا امشي. والله وريك تشوف. والله تشوف وريك يا شرشبيل تشوف. وانا بريك والله. حسبي الله عليكم ورعنا. وش اسوي له هذا؟ وش اسوي له؟ والله مدري انت هذا شرشبيل. انا قاعد افكر اني اسوي فيه اشياء والله العظيم. اخليه يترك. اسمع احنا نتفاهم معه. والله محاول ما ضبطت هذه المره الثانيه. اسمع انا بذي المره انا بحاول معه. ايش رايك انت تجلس تتفرج ولا بحاول معه؟ ما ينفع محاولة باي. هذا لازم البازوكه تتحاول معه. صدقني لا يا ولد تحاول معه. والله اسمع سلام بالله عليك. اسمع انا بتفاهم معه. محاوله ماريو ما ضبطت. باقي شوف ماريو هذا ما ضبط ماري هذا. اشوف انت والله صرت نحيف يا ولد. شوف دبة. انا صرت نحيف لاني وزعت اللحم بالعيد. ما شاء الله بقى اللحم. والله شكلك خايف من الخروف اللي عندك هناك. خايف انا خروف صديقي الخروف. لازم تشد دبة زياده. لازم تاكل كثير. لازم انا شكلك جعان انت يا اخوي. باقي محاوله رويجي افضل واحد في الارض. شوف انا احاول انا براقبك من هنا. يلا شوف كيف اطرد. اقول له تطلع ويسمع الكلام غصبا عنه. الله وريني يا لويجي. يلا نشوف يا حبيبي. الحين شوف. السلام عليكم يا شرشبيل قصدي امل الطيب اطيب واحد. السلام عليكم. اهلا والله. تضربني ما تفهم انت ما تضربني. السلام عليكم. اسمعني انا جايب لك اليوم هديه. بس هذه الهديه لحم خروف جديد مره جميل. نبغاك تاخذه بس قبل لا تاكله نبغاك تروح برا القريه وما عاد ترجع. تعال. هذا وشو هذا؟ هذا خروف. ليش ما ذبحته انت؟ ما ذبحته لانه هذا الخروف صار صديقي. امسك لحمك ويلا امشي من هنا. يلا جاي تضحك علي بلحم. امشي يعني انا الوحيد اللي ذبحت خروفي؟ ماري ما ذبح خروفي. انت الوحيد وانا ذبح خروفي عملاق. انا الوحيد. والله اوريكم. والله امشي. يلا امشي خلاص. طيب والله خلاص. ماريو ما قلتولي ما علمتوني ماريو. ليش وش ما علمتك وش يعني انا الوحيد اللي ذبحت خروف في القريه هذه كامله؟ لا ذبحت
اثنين خروفين 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 ومذبح خروف شكله اكل من الخروف حقنا شكله بخيل والله احنا نتفاهم انت وش رايك ايش رايك تسوي معنا ايش نبغى نشوف الحل نحط الحل وانا برايي اني اروح افجر بيته لا 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 الصراحه والله انا حتى ودي افجر بيته وهو من سام مزعج ودي احرق بيت الخشبي هذا ودي اسوي كل شيء بس المشكله تدري شنو المشكله انه هو جارنا الجار ما ينفع نسوي فيه اشياء زي كذا الجار نسامحه والجار صح ولا لا نساعد بعض احنا والله صح بس هو جار غثيث يعني والله صح لازم نتحمل احنا لازم تحمله بس ايش اسوي يا اخوي ايش اسوي انا اقول اسمع ندي اكل ونخليه ان شاء الله انه يصير طيب ولد هلا ايوه نعم حواقبوني اجعليهم وانا تعبان مرضي سوي نفسك مجنون ايوه الا مجسم هذا شوف اللافتة ذيك البعيدة حلوة اختبر العلم ايوه حلوة اي لافتة اسمع انت وياها اسمع لويجي اسمع يا حبيبي انت قبل شوي اعطيتني لحم صح ايوه من هذا اللحم ايوه انت ما تبغى تاكل لحم خروف عطني يا حبيبي ليه جعان جعان ما عندي لحم ابغى اكل الاكل اللي اكلته خلاص راح يعني وين الاكل اللي اكلته راح شو اسوي طيب عطني الحين اللحم خليني اطبخ هذا اللحم حقي انا باكل اللحم حقي هذا لحم انا بروح على بيتي الاخضر اخذ لحم منه لا خلاص خذ يا اخي ايش صار جيب شوف خلك محترم ثاني مره زي اخوك تفهم ولا ما تفهم طيب يا عمنا شرشبيل يسموني شرشبيل والله اسم غريب بس اسم عجبني شرشبيل والله شو اسوي لهذا وش في ذا والله ليش هذا التلحم اعطيت اياه لانه باكل الاكل حقي يا اخي وش اسوي يعني اسمع هذا واحد ياخذ اكلنا اسمع اخوي انا برايي فكره انه خلاص الله يسامحه ما عاد يسوي شيء صدقني الله يسامح ان شاء الله بس يفكنا من شره انقذوني ايش فيك كنت قاعد اولع اللحمات حقتك والله وريني ايش كنت تسوي كنت قاعد اولع اللحمات هنا بهذه وسبت النار في البيت تعال في حد شب نار في البيت وحق خشبي بيتك والله تعال انت مشكلة تطبخ بالله تشوي بيتك يا الله يلا تعال وخ عن بيتك شكله بينحرق كله والله مش جالس واقف تناظرني بس تناظرني يخاف من النار ماني دخل ما قرب النار اسمع تستاهل الصراحة عن بيتك انا تستاهل لانك انت ما تسمع الكلام والله انا ما اسمع الكلام والله كل شيء طيب شو اسوي والله بيتك مره الحرق شوف بيتي راح والله الحرق زياده ولد والله الحرق ثاني مره عشان ما تدخل بيت اخوي لويجي تستاهل ايوه والله جاء اخر ايش دخلني انا رحت شفت البيت حقك والله ما سويت شيء ثاني تعال اسمع تعال عندي انا اقول لك حاجه انت سلام وش والله شوف بيتك والله الحق جودك والله بيتي راح خلاص لازم انا الاقي بيتي سكنتي فيه انا جبتك الحل بتسكن عندي في قصر لويجي بس اسمع الشرط الاول ما تاخذ الاكل غير من باذني تاخذ اكل ما تاكل كل شيء خلاص طيب شكرا بس خلنا الوقت لا انا ما ابغى شكرا انا زعلان منك لانك تاخذ اكل انا اسف خلاص بتجلس عندي بيتي لمدة نشوف لك كم يوم بس اهم شيء ما تاكل الاكل خلاص ما اكل والله قاعد اقلب عليه اروح بيتك الان خلاص روح بيتي الله يعين يا الله شو الورطه دي والله نبدأ يا سلام ماريو. البيت الكبير ماريو. القصر الكبير صار لي والله بديت اشك في حاجة ماريو شكلها خطة يا ولد شكلها سوى خطة هذه يحرق بيت عشان اسكن عندنا في البيت يا الله معقولة سوى خطة ذي يحرق بيت والله ممكن يا اخوي يا ولد اسمع انا اجيب لحل ايش رايك بكره نسوي له مفاجأة نسوي له بيت جديد عشان يفكنا من شره المفاجأة هذا اول
شبيه بس خلاص بس ممكن يساعدنا يصير انسان طيب ممكن يساعدنا بس والله والله ما ظني بس الظاهر 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 انه ما والله اسمع اسمع ما هو خط ولا شيء هو حرق البيت وما عارف مو عارف بس استفدتني الصراحه بس حرق بيته الله يستر من بيت هذا لا يحرق لا يصل للمدينه حقتنا خلاص خلاص اسمع ما ادري بكره بكره ان شاء الله جهز الدايموند وخلنا نسوي له بيت جديد خلاص طيب موافق موافق مع انه والله ما يستاهل او ما يستاهل بس عاد ايش نسوي عاد ايش نسوي يلا يلا انا نروح الان نشوف ايش نسوي ان شاء الله بس ما ياكل الاكل حق والله لو ياكل الاكل حقي لا اضرب لا اضرب ان شاء الله نموه بس عند الثلاجه حقتي يا شرشميل شرشميل السلام عليكم وينك يا ولد وينك وين راح ذا السلام عليكم عند الجزر ولد ايش تسوي انا ايش قلت لك قائد الاول وشني اصبر اصبر اخذت اخذت بس بس جزر 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 وكوكيز حبه كوكيز بس ما في غير جزر ماما خلت الان الجزر الله يهديك الله يهديك خلاص خلاص كل بالعافيه بالعافيه كل كل بالعافيه كل بالعافيه انا بروح انا بروح كل كل بالعافيه ان شاء الله ان شاء الله تشبع ان شاء الله تشبع بس ان شاء الله ادعمي ادعمي انه يشبع هذا وخلاص ما ياكل كل اكلي والله مشكله عاد الله يعين لازم اتورطت انا فيه لازم يجلس عندي كم يوم كم يوم يجلس هنا في غرفه ماري وانا نام هنا في غرفتي وعاد نتحمل شويه نتحمل شويه ليه مسوي لي بيت وان شاء الله ترقبوا في المقطع الجاي باذن الله نسوي له بيت وفكرنا من شر عدو ما يستاهل صح ما يستاهل بس عاد ممكن يصير واحد كويس ممكن يساعدنا ممكن ما تدرون يلا نشوفكم حلقه ثانيه مع السلامه